المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وثقنا عشرات الحالات التي تثبت استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية على نطاق واسع. جيش الاحتلال استخدم مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية وفرض على بعضهم قسرا القيام بأعمال عسكرية محفوفة بمخاطر حقيقية على حياتهم. جيش الاحتلال أجبر مدنيين على دخول بنايات أو أنفاق أو البحث عن متفجرات أو أنفاق محتملة، إلى جانب احتجاز آخرين في منازل ومواقع بمناطق اشتباكات، مما يعرض حياتهم للخطر. المشاهد المروعة التي نشرت تعبر عن سلوك وحشي غير إنساني لجيش الاحتلال، واختراق فاضح لقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني. استخدام جيش الاحتلال للمدنيين كدروع بشرية لم يقتصر على قطاع غزة، بل وثقنا العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، وهو امتداد للسياسة متبعة منذ سنوات طويلة. سواء يجب تفعيل المساءلة القضائية الدولية لمرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا، امتثالا لنظام روما الأساسي الذي أكد أن استخدام المدنيين كدروع بشرية جريمة حرب تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.